هنا اون لايف، اهلا بكم مشاهدينا. العلاقات المصرية الأمريكية علاقات قوية ضاربة في جذورها في التاريخ. عن العلاقات المصرية الأمريكية على الصعيد السياسي والاقتصادي أيضا على الصعيد العسكري يسعدنا أن ينضم إلينا سيد توماس جولدبرغر القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة. مستر توماس، I'd like to welcome you here and on توماس live. مرحبا بك في قناة أون لايف. أنا أشكرك وسعيد بوجودي هنا. دعني أبدأ بأن أسألك عن تقييمك لمستوى العلاقات العسكرية الأمريكية سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو المستوى الاقتصادي. أعتقد أن العلاقة بين الدولتين تعود إلى سنوات عديدة وفي أنشطة ومجالات عديدة طالما شارك الدولتين فيها دائما. ومن خلال الأسبوع الماضي كانت لدي فرصة أن أحضر لقاء ومؤتمر النجم الساطع لعام 2017 من أجل لكي يظهر حجم العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر وكيف يعمل الجنود الأمريكيين مع المصريين جنبا إلى جنب. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، هناك أكبر الشركات الأمريكية تعمل في مصر وهناك برامج ثقافية وبرامج اقتصادية من أجل هذا إحداث التنمية الاقتصادية في مصر. هناك العديد كذلك من الاستوديوهات كما رأيت اليوم، استوديوهات متقدمة، وهذا شيء رائع أن أرى مثل هذه الاستوديوهات في مصر وهو أمر عظيم. أنت تصف العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر بأنها علاقة رائعة. فيما يتعلق في العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، أنتم تقدمون الدعم لمصر في هذا المجال، كيف يمكن أن تروا موضوع الإصلاح الاقتصادي المصري؟ فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصاد المصري والإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات رائعة وتعطي فرصة أفضل للشركات الأجنبية والشركات الأمريكية أن تأتي هنا لمصر من أجل الاستثمار وخلق وظائف وإقامة المصانع وأيضا الاتفاقيات التجارية ما بين الدولتين. فيما يتعلق هنا بمقارنة بين قناة CNN الأمريكية وقناتنا هنا، أنا لا أستطيع الآن أن أقارن هذه الصورة، لكن ما رأيته الآن هو أمر رائع أن أرى هذه القناة وهذه الإمكانيات. هل تعتقد أن مصر مكان آمن وملاذ للسياح والزيارة؟ نعم، مصر مكان آمن جدا، وهذا ويعكس أيضا هذا الأمان زيادة أعداد السائحين الذين أتوا وقدموا لمصر العام الماضي، وأيضا السائحين الأمريكيين الذين يأتون إلى مصر ولكي يأتوا إلى مصر ويروا هذا البلد. هل يمكن أن تتوجه إلى هذه الكاميرا وتبعث برسالتك إلى الشعب الأمريكي من أجل زيارة مصر كسائحين؟ مصر مكان رائع وثري لأن تأتوا لزيارته ومن أجل استطلاع ورؤية التاريخ المصري ومعالمه الحديثة. كيف تقيم من خلال زيارتك هنا لمدينة الإنتاج الإعلامي ما رؤيتك؟ أنا سعيد جدا أن أرى هذه المؤسسة الرائعة وهذا التقدم الذي حققته مصر في هذا المجال الإعلامي. شكرا جزيلا وشرفنا بلقائك سعادة السفير. القائم بأعمال السفير الأمريكي هنا في القاهرة تحدث عن تقييمه للعلاقات المصرية الأمريكية على سواء الصعيد الاقتصادي أو أساسي في مختلف العلاقات. شكرا لكم. Thank you.